أهلا بكم في لقاء الأحد. يعرف المنحى الوبائي تصاعدا منذ حوالي الأسبوعين في عدد الإصابات بفيروس كورونا. هذا الارتفاع الخطير في عدد الإصابات اعتبرته وزارة الصحة المغربية وخبراء في مجال الصحة إنذارا بانتكاسة وبائية ولمواجهة تفشي فيروس كورونا وسلالته المتحورة ألفا ودلتا. قامت الحكومة المغربية بتطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية، كما تم فتح مراكز التلقيح إلى غاية 8 مساء طيلة أيام الأسبوع من أجل تسريع وتيرة عمليات التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19. لتسليط الضوء على كل هذا، يسعدنا أن يكون معنا اليوم البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض التعفنية بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وعضو اللجنة العلمية. السيد شكيب عبد الفتاح، أهلا بك. شكرا لكم على الاستضافة. بداية بروفيسور، هل جميع المؤشرات تدل على أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا غير مطمئن بعد تجاوز عدد الإصابات عتبة الألف؟ تماما، جميع المؤشرات هي مقلقة. نأخذ أولا عدد الحالات ديال الوفيات، وصلنا 30 حالة وفاة في خلال رمضان، كنا في 1-2-3 ديال الحالات ديال الوفيات في اليوم، وللأسف دابا كان العدد ديال الحالات كتجاوز 25 حالة وفاة يوميا منذ تقريبا أكثر من أسبوع. ثانيا، الشيء المقلق الثاني هو أن العدد ديال الحالات النشطة هي 26,000. معنى هذا بالعربية الدارجة، اليوم كاين 26,000 مغربي اللي فيهم الكورونا، الامراض بالكورونا، وهذا شيء مقلق جدا، لان غادي يبقاو يتزادوا عندنا 4000 ولا 5000 حاله كل يوم. معنى هذا ان غدا غادي يولي عندنا 30,000، ومن غادي نكونوا في اخر الاسبوع غادي نكونوا تقريبا فتنا 50,000 مغربي اللي فيهم الكورونا، وهذا غادي يشكل واحد الخطر كبير، لان غادي يدير واحد الضغط كبير على المنظومه الصحيه، انهاك العاملين في الصحه، في قطاع الصحه اولا. ثانيا، بالنسبه يعني الاسره اللي مخصصه الكورونا، فهي اليوم نشوفوا غير في الانعاش، راه اليوم تقريبا اكثر من الربع، يعني 22.8% ديال الاسره عامره بالمرض ديال الكوفيد. فاذا من ناحيه ما غنلقاوش في غادي نداويو الناس اخرين اللي عندهم امراض اخرى، ومن ناحيه اخرى الى تجاوز هذا الحد واحد، ولا سيما في بعض المدن اللي ما فيهاش واحد المقدره استيعابيه كبيره، فغادي يفوت المقدره وغادي يكون واحد الخطر، كما لوحظ في كثير من الدول، سواء في المغرب العربي او لا في نعم. افريقيا او لا في اسيا او لا في اوروبا. نعم، ما مدى خطوره تسجيل حالات مرتبطه بالمتحور دلتا ونحن في ذروه الموسم الصيفي؟ هذا شيء خطير جدا، لأن كل إنسان اكتشفناه عنده كورونا بالكوفيد 19 وعنده علاقة مع المتحور دلتا، معنى هذا أنه قبل ما يجي عندنا عاد على الأقل واحد 4 حتى 6 ديال الناس، مع العلم أن في المتحورة من الألفا اللي كانت قبل منها أولا في الفيروس اللي كان قبل فاش كان جا من الصين، كنا كل مريض كيعادي مريض، وفي اكثر تقدير جوج ديال الناس اخرين. دابا مريض كيعادي لنا 6-7 حتى 10 ديال الناس. هذه هي الخطوره، لان المرض ينتشر بكثره. علاش المرض ينتشر بكثره؟ اولا لان هذه المتحوره دلتا من كتكاثر في القصبات الهوائيه، في الانف ديال الانسان، في الفم ديال الانسان، كيكون العدد ديال الفيروسات 1000 مره اكثر من المتحوره الفا. تصوروا 1000 مره، يعني اذا كان الانسان عنده مليون باغي يكون عنده مليار ديال الفيروسات، معنى ان انسان غادي يكون على مترو ولا متر ونص الى عطس، غادي عادي 5 ولا 6 ديال الناس من بعد منه اللي قرابين ليه. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى، ثبت علميا بان اكثر قد ما تزاد هذا العدد ديال الفيروسات اللي كنسميوها الحموله ديال الفيروس شارج فيغال، قد ما كيكون الناس اللي غادي يتعاداو يقدروا يمشيوا للانعاش. هذا ثابت علميا، من هاد الناس اللي عندهم هاد المتحوره دلتا، اولا كيعاديوا بزاف، ثانيا
غادي يعاديو الناس، ويقدر هذوك الناس الى دخلوا ليهم الفيروسات كثار الجداد ديالهم الناس يتعادوا يقدروا يمشيوا للانعاش، وهذا هو اللي خطير. بالفعل غادي ناكدوا على ان الناس اللي ملقحين ما داخلينش في هذا التفسير اللي درنا، لان اللقاح يحمي من الحالات الحرجه ويحمي من الحالات اللي تمشي للانعاش. نعم، قبل الخوض في موضوع اللقاح والتلقيح، قيل انه من الممكن ان يصاب الشخص بمتحورين في نفس الوقت، ما مدى صحه هذه المعلومه سيدي؟ ما يعني سي اكسيبسيونيل، يعني ما احنا في المغرب ما لاحظناش لحد الساعه اي مريض عنده مصيب بجيء متحورين، ولكن علميا هي ممكن، يعني ممكن الى انه هذا الى كان مثلا في الاول يعني ديال المرض صاب بجوج الفيروسات. اما ملي كيكون عنده فيروس كيتكاثر في الذات ديالو، في اغلب الاوقات ما كيقدرش يدخل ليه واحد الفيروس اخر، لان كيكون واحد المعركه ما بين الفيروسات الاول والثاني. نعم، هناك تخوف بعد عطلة عيد الأضحى من ظهور بؤر تعيد الوضع الوبائي في بعض المدن إلى نقطة الصفر إن صح التعبير. هذا ما لا شك فيه، لأننا كنشوفوا الحالة الوبائية مثلا اليوم في أكادير ففيها بؤر كثيرة، والعدد ديال الحالات تقريبا راه قرب يتجاوز المنظومة الصحية. هذا من ناحية. كنشوفوا الجهة الثانية هي جهة مدينة مراكش، فكاين فيها العدد كبير ديال الحالات، وفي الغالب غادي يكون الحالات اكثر. ولكن اللي حنا كيخوفنا اكثر هو هذوك الناس اللي سافروا مثلا من المدن الكبرى، اما من الدار البيضاء ولا من الرباط ولا من مدن اخرى، ومشاو عند العائلات ديالهم، ومن كيرجعوا كما وقع على نفس السنه الفارطه، من كيرجعوا كيرجعوا معاهم الفيروس. اذا غادي يكون ديجا هذاك العدد ديال الحالات اللي كنعرفوا بان الدار البيضاء، جهه الدار البيضاء هي اول مثلا في المغرب، فهي فيها عدد كبير، وغادي تزاد عليها هذوك الناس اللي غادي يرجعوا وغادي يجيبوا الفيروسات تاهما وغادي ناس اخرين. فاذا ولا بد غادي يكون عندنا اعداد كبيره، يعني دابا حنا كنسجلوا ما بين 3000 و4000 حاله في اليوم، حتى تقريبا 5000 والبارح. فاذا بعد العوده ديال الناس من العطله فغادي نسجلوا 5000 حتى 6000 حاله، الى ما تجاوزناش هذه 6000 حاله من بعد مثلا من هنا الاسبوع. نعم، هناك تساؤل يطرحه المواطنون، هل يمكن ان يعود المغرب لفرض الحجر الصحي الشامل؟ الحجر الصحي الشامل تماما. الحجر الصحي الشامل هو وسيله من وسائل الوقايه. نعم. لا اقل ولا اكثر. لان اذا تجاوز العدد ديال الحالات المسجله في المغرب المنظومه الصحيه فلا بد من حجر صحي شامل. ما يمكنش نخليو الناس ما يلقاوش اسره فين غيداواو، ولا الناس كيموتوا في الزنقه كما وقع في بعض البلدان، ولا شفناهم حنا في وسائل الاعلام. فاذا حنا نهيب بالمواطنين باش ياخذوا اكثر ما يمكن الاحترازات، ويرجعوا يديروا الكمامات والتباعد الجسدي وغسل اليد بالماء والصابون باش ما يكثروش هذا العدد ديال الحالات. اذا تكاثر العدد ديال الحالات مثلا نعطيك غير مثال، فاتوا مثلا 10000 حاله، فغادي يكون كنظن وللاسف غادي يكون هذا المشكل ديال الحجر الصحي، اما الليلي كما درنا في رمضان، واما الحجر الصحي الشامل، غادي يطرح على الطاوله ديال المفاوضات، يعني مفاوضات اختيارات، لان احنا ماشي ما كنديروش مفاوضات سواء في اللجنه العلميه او في اللجنه الكبرى اللي كتقرر، ولكن هناك اختيارات، وكاين بعض الحالات اللي كنضطروا كنديروا فيها شي مسائل، مع العلم ان عارفين بان عندها مسائل يعني من الناحيه الاجتماعيه او الاقتصاديه او النفسيه عندها تاثير، ولكن لحفاظا على صحه المواطنين وحفاظا على المنظومه الصحيه، فبالطبع في بعض الاحيان نضطر مرغمين من نتخذوا بعض الاجراءات اللي كيشوفوها المواطنين بانها اما مجحفه كما كيقولوا في الوسائل الاتصال الاجتماعي، او لا ضاره، ولكن هي راه نافعه بالنسبه للبلد وبالنسبه للمنظومه الصحيه. بروفيسور، تسريع عملية التلقيح وإدراج فئة عمرية أخرى، كيف يمكن أن يساهم في محاصرة تفشي الوباء؟ ألو، كما قلت في الويلة، التلقيح هو واحد العامل مهم للوقاية من الحالات الحرجة. نعم.
ومن حالات اللي كتمشي للإنعاش. فإذا أكثر ما سرعنا في التلقيح أكثر ما غادي نكونوا عندنا العدد ديال الوفيات أقل، وهذا هو اللي مهم عندنا بزاف. بعد ما غادي نكونوا ناقشنا على ما يسمى بالمنظومة الصحية. الحمد لله لليوم عندنا ما بين 20 حتى 3 حالة وفاة، أقول الحمد لله مقارنة مع ما كان عندنا السنة الماضية، لأن السنة الماضية كان عندنا 200، وصلنا ل 200 حالة وفاة في اليوم. الحمد لله احنا اليوم ماشي في 200، احنا في 30 حالة، مع العلم أن احنا متأسفين وكان نترحموا على جميع الموتى، ولكن هذا أمر يعني واقعي في الطب. كل إنسان وصل إلى الإنعاش وكان تحت ما يسمى بالإنعاش الاختراقي فهو معرض للموت. رجع التلقيح، التلقيح هو واحد الوسيلة مهمة ومهمة جدا باش الناس ما يديروش الكوفيد اللي صعيب اللي غادي يوصلوا به الإنعاش. نعم، ورغم حملة التلقيح ضد كوفيد 19، يعني كيف نقنع المواطن بأننا لم نبلغ بعد المناعة الجماعية والفيروس لازال يعيش معنا وبيننا ناهيك عن وجود سلالات متحورة وإمكانية دخول سلالات أخرى عن طريق السفر والتنقل؟ نقنعهم بأمرين. نعم. الأمر الأول هو أن اللقاح يقي من الحالات الحرجة ويقي الإنسان من الوصول إلى الإنعاش، ولكن اللقاح كما كان نوع ديال اللقاح بجميع الدول في العالم لا يقي من العدوى. معنى هذا أن إنسان اللي ملقح ما غاديش يدير واحد الحالة حرجة، ولكن إذا تلاقى مع واحد الإنسان وهو ما كانش داير الماسك وما دايرش التباعد الجسدي فيقدر يتعادى ويدير الكوفيد. حنا كنشوفوا الناس كيجوا عندنا دابا الإنعاش، أغلبية الناس ما ملقحينش وللأسف، ولكن بدينا كنشوفوا بعض الناس اللي ملقحين ومع ذلك داروا الكوفيد. ولكن الحاجة الثانية اللي مهمة هو أن الفيروس باقي كيتسارع ما بين المواطنين في جميع الدول في العالم، فإذا اللقاح ما غاديش يحبس هذه الحركية ديال الفيروس. نأكدوا على هذه المسألة هذه لأنها مهمة. اللي غادي يحبس الحركية ديال الفيروس هو اولا الناس ما يبقاوش يتحركوا بزاف، اللي ما عنده ما يدير في الزنقه يجلس في داره، اللي يقدر يخدم من داره يخدم من داره بالتالي طرافاي خدمه عن بعد، اللي يقدر يصيفط شي واحد اذا كان عنده مرض مزمن او لا كان عنده مرض كان كبير في السن يتقدى ليه واحد اللي صغير ويدير الاحتياطات باش ما يجيبش ليه المرض. فاذا هذه اول حاجه، اللي يبقى يقدر يبقى في داره يبقى في داره. ثانيا هذا ماشي وقت السفر، انا كنظن خاص المغاربه يفهموا بان هاد 10 ايام هذه اللي جايه ماشي ديال السفر ماشي ديال العطل. انا كنتفهم بان الناس عندهم لي ريزيرفاسيون وعندهم مسائل وعندهم داكشي خاصو يردوا بالهم فين غادي يمشيو وخاصو يحافظوا على ريوسهم. ثالثا بالنسبه لهاد المساله ديال التحرك ديال الفيروس بيناتنا، الفيروس الوسيله الوحيده باش ما يبقاش يتحرك بيناتنا هو اللي عنده الفيروس يبقى عنده. نعم. الطريقه الوحيده باش يبقى عنده هي يدير الكمامه، باش تلا عطس او لا هضر كيبقى داك الفيروس في الكمامه ومن بعد غادي يلوحها بطريقه سليمه. ثانيا غيدير التباعد الجسدي، لان التباعد الجسدي هذا دابا مفهوم علميا ودراسات كبيره دارت في جميع انحاء العالم. الا كنت انا مريض وخليت بيني وبين واحد الانسان متر ونص، واخا يكون انا عندي الفيروس في الفم ديالي او الانف ديالي ما غاديش نعاديه، هذا شيء مهم. ثالثا غسل اليدين بالماء والصابون، يعني هذوما ثلاثه الانواع ديال الوقايه هي اللي مهمه باش هذا الفيروس ما غايكونش. حتى تقولي لي حتى علاش؟ هذا هو السؤال اللي طرحتي، حتى علاش من وقت؟ حتى نوصلوا للمناعه الجماعيه. إلا وصلنا مثلا 85 أو 90% ديال المغاربة اللي يتلقحوا، ديك الساعة غادي نكونوا مهنيين، لأن 85 أو 90% ديال المغاربة غادي يديروا مرض خفيف ما غيوصلوش الإنعاش، والآخرين يمكن يديروا أمراض خفيفة أو لا ما غاديش تأثر على المنظومة الصحية وما غاديش تأثر على الوباء بالنسبة للمغرب.
نعم بروفيسور، أي ضغط يطرحه عدم أخذ اللقاح من طرف أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 50 عاما وأيضا في صفوف الفئات الهشة على المنظومة الصحية؟ ضغط، بغيتي تقولي الضغط بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة؟ أكيد نعم، بالفعل على المنظومة الصحية. تماما، هناك ضغط. علاش كاين ضغط؟ لان من قبل كانوا الناس الله يجازيهم بخير ونشكرهم من هذا المنبر، العاملين في قطاع الصحه داروا تضحيات كثيره، خدموا ثاني العيد، كيخدموا السبت، كيخدموا دابا الحد، كيخدموا حتى 8 دابا في الليل، يعني نهار الاثنين غادي يخدموا حتى 8 ديال الليل، ولكن كانت عندهم مهمه واحده. دابا مع الكثره ديال الاعداد ديال الكورونا، اذا تكاثروا اكثر فربما غادي يكون واحد الناس منهم غادي يمشيو باش يعزوا العاملين في قطاع الصحه اللي كيديروا العنايه بالمرضى، فاذا غادي يبقاو هما غادي يتكاثروا عليهم المرضى، يعني غيكون عندكم واحد الضغط كبير، فخاص المواطنين يخموا المنظومه الصحيه ديالهم. راه الجائحه غادي تدوز غادي تدوز، ولكن الا هرسوا المنظومه الصحيه راه خاصهم عامين ولا 3 سنين باش يرجعوا ديك المنظومه الصحيه اللي كانت عندهم. هذا هو اللي مهم، فاذا خاصنا نفكروا لهذوك الناس اللي في المراكز ديال التلقيح، راه عندهم ضغط بالنسبة للأعداد اللي كيلقحوا، وعندهم ضغط بالنسبة جسدي ونفسي، لأن كثير فيهم هادي عامين ما مشاوش العطلة، لأن العام اللي فات كما في علمكم ما كانش عطل. نعم، قدمتم قبل قليل نصائح للمواطنين، نصائح مهمة بشكل عام، لكن كيف تنصحون ذوي الهشاشة، الأشخاص ذوي الهشاشة المناعية كالمسنين و مرضى السكري، أمراض مزمنة بصفة عامة؟ شكرا جزيلا لكم على السؤال، هذا سؤال مهم جدا، لأننا وللأسف كنلاحظوا دابا الناس اللي في الإنعاش هما أكثر الناس اللي عندنا في الإنعاش، هما الناس اللي عندهم إما متقدمين في السن أو لا عندهم سكري أو لا عندهم أمراض مزمنة، وهذا شيء مؤسف. فكنصحوا الناس اللي عندهم متقدمين في السن أو لا عندهم سكري أو لا عندهم أمراض مزمنة، سواء كانوا ملقحين أو غير ملقحين، يبقاو في الدور ديالهم، ما يخرجوش في هذه الأيام، هذه أيام غتكون صعيبة، عصيبة كما كيقولوا في اللغة العربية، وكحنا نقولوا صعيبة بالدارجة، غتكون أيام صعيبة، ما يخرجوش باش ما يتعادوش. ثانيا يقولوا لولادهم والعائلات ديالهم إلا بغيو يجيو عندهم، إلا كانوا مرض ما يجيوش عندهم، إلا كانوا حاسين واخا غير بعيا قليل ما يجيوش عندهم، وهذوك الناس اللي كيخرجوا وكيدخلوا عندهم الديور ياخذوا الاحتياط ديالهم باش ما يجيبوش لهم المرض. ثاني حاجه، الناس خاصهم يديروا التباعد الجسدي اكثر ما يمكن، بيسيغ بالنسبه اذا كان امكن بالنسبه للسكن، حتى في المنازل ديالهم خاصنا نرجعوا داك الشيء اللي كنا كنديروا العام اللي فات في اعز ديال اوج ديال الجائحه، يعني التباعد الجسدي حتى في المنازل، وهذوك الناس يديروا وقت ما اضطروا الى الخروج ما يخرجوا من الدار ديالهم حتى يديروا الماسك، ويبقاو ديما في التباعد الجسدي ما بين الناس اخرين، سواء في الطريق او لا في المحلات ديال التسوق او لا في المحلات ديال العلاج او لا في اي محلات اللي مشاو ليها. ومن يرجعوا اول حاجه اللي غيدخلوا الديور ديالهم يغسلوا ديالهم بالماء والصابون قبل ما يلمسوا اي حاجه، هذا شيء مهم. دونك هادو هما النصائح اللي مهمه. نعم، هناك حديث ذو سجون حول الفئات المستثنات من عمليه التلقيح، يعني هل الفئه المرضعات والحوامل معنيه بهذا التلقيح سيدي؟ هل لديكم اجابه مؤكده؟ لا عندي اجابه مؤكده. انا ما اشوف يا سيدتي الفاضله، انا معروف انا ما كنعطي غير الاجابه المؤكده، اذا ما عنديش قلت ما كنعرف. اكيد ولهذا اتصلنا بك. ثبت، جزاك الله خيرا، ثبت علميا اليوم بدراسات علميه منشوره في مجلات عالميه علميه طبيه باننا يمكن لنا ان نلقح النساء الحوامل والنساء المرضعات. المشكل الوحيد اللي عندنا هو ان هذه الدراسات كلها دارت باللقاح ديال فايزر، والدراسات دارت باللقاح ديال استرازينيكا واللقاحات الاخرى. لا نتوفر لليوم لحد اليوم
على اي دراسه دارت باللقاح ديال سينوفارم. ولكن اللقاح ديال سينوفارم معروف بانه ما كيعطيش تشوهات خلقيه وما كيعطيش مشاكل بالنسبه خلال الحمل. انا في النظر ديالي من الناحيه العلميه يمكن لنا ان نلقح جميع النساء الحوامل ابتداء من الشهر السابع، اما الشهر السابع او الثامن او التاسع. نعم خصنا نعرفوا بان دابا انا كنخدم في المستشفى الجامعي بن رشد الدار البيضاء، عندنا وللاسف جوج نساء حوامل شابات في حاله حرجه في الانعاش، وهذا شيء مؤسف، هذا ما كناش كنشوفوه في الاول. ثانيا بالنسبه للرضاعه، هناك دراسات كثيره علميه اثبتت ان الرضاعه لا تشكل خطرا على الجنين، على الوالد. نعم. يعني الدري اذا الام ديالو تلقحات هو يقدر يرضع، ما كاين حتى شي مشكل. بالعكس ثبت ان الام هذيك الرضاعه كدوز الجنين ديالها الاجسام المضاده ضد كورونا. نعم يعني هذا لا يتوقف على نوع اللقاح الذي تم اخذه. انا قلت لك ان الدراسات كلها دابا دارت باللقاح ديال فايزر وديال استرازينيكا واللقاح ديال موديرنا وديال جونسون، ما عندناش الدراسات دارت بسينوفارم، ولكن انا شخصيا اظن ان هذا لا يتوقف على نوع اللقاح، هي مساله عامه وغادي تثبت من بعد بانها مساله عامه. نعم سيدي، هل لديكم يعني نصائح عامه تودون ان يعني ان تنصحوا بها المواطن المغربي؟ نستغل هذا الاتصال. شكرا لكم. رسالة مفتوحة لجميع المغاربة في هذه الأزمة الصحية والظرفية الصعبة جدا على بلادنا. خاص المغاربة. نعم. يفهموا هذه الحالة الحرجة اللي حنا فيها. أنا كنظن بأن ما كاينش وعي بالخطورة ديال المرحلة، وهذا شيء مقلق جدا. ملي كنشوفوا الناس مثلا في التجمعات أو لا في ما عندهم حتى واحد داير ماسك، يعني كتبقى 200 300 ما دايرها حتى شي ماسك، فإذا ما كاينش وعي بالخطورة ديال المرحلة، هذا أولا. ثانيا خاص الناس يوعوا بأن راه قد ما تزادوا الحالات قد ما غادي يقلوا العدد ديال الأسرة في المستشفيات، وغادي يوقع لنا بحال اللي وقع لنا العام اللي فات مثلا في مدينة طنجة ومن بعد في مدينة مراكش، ما غيلقاوش الناس فين غادي ينعسوا في السبيطار. فإذا خاصهم من دابا يحاولوا يحتاطوا على راسهم باش ما يتعداوش. ثالثا خاصنا نأكدوا بأن هذا المتحور دلتا راه سريع الانتشار، يعني راه إنسان واحد غادي يعادي 6-7 ديال الناس، فإذا العدوى هي كثيرة، والطريقة الوحيدة لتفادي العدوى هي استعمال الكمامات وغسل اليدين والتباعد الجسدي. المسألة الرابعة، حنا كنعاودوا ننصحوا الناس، الله يجازيكم بخير، اللي يقدر ما يخرجش من الدار ديالو، إما يجلس في الدار ديالو وإما يخدم من الدار ديالو، وإما يصيفط شي واحد يتقدى لي. مثلا أنا كنتكلم أساسا على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة أو لا عندهم كثرة يعني مسنين، يدير هذه المسألة هذه. راه تخرج للزنقة تمشي لأي تجمع راه عندك يعني 70-50% ديال الخطر باش ترجع بأنك عادي إذا ما كانش عندك الكمامة وما كانش عندك التباعد الجسدي. كنظن النصيحة الأخيرة نقدر نعطيو المواطنين هو أن ما خاصهمش يغلطوا ويقولوا راه حنا عندنا غير 20 وفاة. راه عندنا واحد الشيء خطير دابا اللي كنلاحظوه هو ان الكورونا ما كديرش غير الوفاه، حتى في الحالات اللي ماشي حرجه، حالات الناس اللي تشافوا منها ومشاو بقاو عندهم امراض واعراض اللي حد الساعه حنا كلها ما معروفاش، كيبقاو عيانين، كيبقى فيهم نهجه، كيبقاو عندهم مشاكل في القلب، عند الناس بقى عندهم مشاكل في التفكير، عند الناس عندهم مشاكل في التركيز، ما يسمى مما بعد الكوفيد. كاين واحد المرض دابا اللي كنعالجوه كنحاولوا نعالجوه لان باقي ما عارفينوش كامل من الناحيه الطبيه، واحد المرض ما بعد الكوفيد. فالانسان يحاول ما اكثر ما يتعاداش، ما يقولش انا صغير ما غاديش نمشي للانعاش ولا انا ملقح ما غنمشيش للانعاش، راه لدى الكوفيد يقدر ما يتعاداش، يعني ما يقدر عفوا ما يمشيش للانعاش، ولكن يقدر يدير مرض ما بعد الكوفيد
اللي عنده توا عواقب وخيمه على الصحه ديال الانسان. نعم، نصائح مهمة وجادة من البروفيسور شكيب عبد الفتاح. البروفيسور شكيب عبد الفتاح أستاذ الأمراض التعفنية بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، قدمت لنا مجموعة من الإيضاحات والقراءات المهمة بخصوص الوضع الوبائي بالمغرب. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم على الاستضافة. مشاهدينا الأفاضل، شكرا على متابعة هذا اللقاء، في أمان الله.